كيف حالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا الاخوان. ان شاء الله اليوم غادي نوريكم الطريقه باش تجعل الفيديوهات ديالك يكونوا في المرتبه الاولى في يوتيوب في البحث. طريقه سهله يا اخوان، يعني ما كاينش شي تطبيقات ولا يعني ولا شي نسبه مشاهدات. يعني ملي كتلوح الفيديو في اليوتيوب، يعني راه بطبيعه الحال غادي يكون صفر مشاهده. كيفاش نجعلو بانه يقدر تكون عنده نسبة أوفر في الظهور في يعني في المراكز الأولى؟ كما كتشوفوا يا إخوان، غادي نتجهوا لهنا إن شاء الله. غندخلوا لأي متصفح إن شاء الله، غادي نكتبوا الكلمات المفتاحية ليوتيوب. هنا كيبقى فين راه الموقع اللي غادي نختاره، يعني كتلقانا بزاف يعني يوتيوب موقع. انا كنفضل هذا يا اخوان، هذا هو احسن واحد كنستعمل. غادي نوريكم دابا الطريقه ان شاء الله. مثلا انا الان غادي ننشر واحد الفيديو ديال اجمل موسيقى حزينه ولا اجمل رنه هاتف. شوفوا شحال غادي يخرج ليا من كلمه. كاين بعض المرات كيخرج لك حتى 300 كلمه 400 كلمه وكلها صالحه، يعني كتختار انت تشوف الكلمات المناسبه لك. يعني ما يمكنش تكون يعني اجمل موسيقى ولا اجمل تطبيق في الكمبيوتر وانت عندك غير هاتف. يعني ما تحاولش تكذب على الناس، يعني تحاول تكون معلومات حقيقيه، لان اليوتيوب الخوارزميه ديالها اللي ولات يعني متطوره جدا. يعني تقدر هي يعني عرفتك، يعني فهمتي كتحايل على الناس، يعني تقدر مع يعني العواقب ديالك ما تكونش مزيانه يا اخي. دابا هي عطاتنا غير 20 لانني فهمت درت غير عندنا كوبي هادو. بعدا اذا بغيت ندير مثلا موسيقى، نشوف شحال تقدر تعطينا موسيقى. شوف كم تقريبا ديال الكلمات المستحيل تقدر تعطينا. كما كتشوفوا اخوان، غادي نضغط هنايا 517 كلمة. عزل وتخيل يا اخوان، انا ما كيهمناش هادشي باش الفيديو ما يجيش طويل. سمحوا لينا يا اخوان، غادي ندوزو مباشره لهنايا. مثلا نضغط هنايا باش غادي نوريكم كيفاش المساله يا اخوان. طريقه بسيطه يا اخوان باش تلوح فيديو احترافي ان شاء الله وتصدر القائمه. الشيء راه سهل يا اخوان، يعني ما كيطلبش شي حاجه اللي نقولوا يعني كيف هم ليها، يعني غير اصحاب القنوات الكبار كل شيء يقدر يدير هذا الشيء. طريقه بسيطه جدا، ما تحتاج لا تعقيدات لا والو. السر كامل في كيكمل هنايا. كتضغط هنا وكدير هذه الكلمات المفتاحيه اللي كوبيتي من هذيك، ان شاء الله غادي تصدر القائمه الاولى على حسابي يا اخوان. لان هذا الشيء راه مجرد، ماشي يعني كنقولوا من راسنا. هادشي راه انا فيديوهات ديالي يعني كانوا صفر مشاهده، الحمد لله كنجنت فقدهم. يعني كتلقى يعني المهم اذا نسبه المشاهده كتحرك شويه، المهم بعد 20 مشاهده 30 مشاهده في 3 ايام 4 ايام، المهم بدا ماكا. يعني كيقول لك يعني اللي بغاها كلها كيخليها كلها. انا غير داك الشيء اللي جاب الله بارك، انا مبغيناش حنا نبانو في شهر ولا في شهرين. انا داك الشيء راه خصو شويه المده. المهم بعدا ملي يعني ملي توصل، يعني ما تكونش وصلت يعني وصول فاشل، يعني بشي حاجه محدوده، يعني بشي محتوى مكرر، يعني محتوى يعني كتشد من هذا تعلق على هذا، ولا فيديو خدام وانا كنعلق عليه كنضحك عليه، يعني كتسمى يعني ما. وانا كنعتذر يعني في الاخوان اللي يقدروا يقولوا هذا، يعني سيراكي يعني فهمت كي وجه رساله لشي فئه ولا انا مش حتى غير انما انا كنحط انا يا اخوان باش يعني الانسان يعني نصحنا الله ميزنا بالعقل. يعني كل واحد يعني فهمتي عنده فكره ديالو، كل واحد يعني فهمتي يمكن له يبدا في شي مجال ويعطي احسن. يعني علاش يعني الانسان يعني نفسه كيحتقر نفسه ولا انا ما نقدرش، انا خصني نشوف ابسط طريقه نشد الفيديو ديال هذا ونكوبي كذا ونقادو شويه. لا يا اخوان، لا كلك يا اخوان يعني تعطي شي حاجه جميله جدا. غير الانسان يعني فهمتي ما عندوش الثقه الكامله في النفس ديالو. يا اخوان كنصحكم يا اخوان باش الانسان يعني كل ما كان الجهد مضاعف كل ما
يعني كانت النتيجة إيجابية. كما كتشوفوا يا إخوان، إن شاء الله أنا لدي نت ضعيف جدا، ولكن لا بأس، نحن هادشي يا إخوان موجود عندنا في المغرب. إلا قلت النت ضعيف، دوز المغرب مرحبا به، ستجد النت منعدم، ماشي غير ضعيف. لا يعني ما لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه بلادنا ونحبها ونعتز بها رغم كل ما نرى فيها، أننا لسنا خائنين للوطن، نحن نحب الوطن ونحب بلادنا. يا إخوان الحمد لله على كل حال، نحن في الدنيا، وكما قال الله عز وجل لا راحة في الدنيا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا راحة في الدنيا. يا إخوان الراحة عند أول قدم في الجنة، إذا بغيت الراحة كما كتشوفوا يا إخوان، أنا درت الوصف ودرت العنوان هنايا، يعني هنا ندير إضافة إلى قائمة كذا أو كذا، قائمة موسيقى وفيديوهات بدون حقوق، لأن هذه بدون حقوق، هذه رنة جميلة بدون حقوق. هنا كتضغط على صورة مصغرة، تضغط هنايا تختار صورة مصغرة، هي هذه. يمكن لك دير واحد الميزة جميلة هنايا في هادي، لأن إلا نشرتي الفيديو مباشرة من اليوتيوب، يعني اليوتيوب ديال الهاتف ديال الجوال، ما عادش تكون عندك هاد الخاصية هادي، يعني كاد يوتيوب بوحدو كيختار لك صورة مصغرة، يعني خصك أنت تكون يعني صورة مصغرة، يعني تكون أنت يعني كنتي صيبتيها باحترافية، يعني ولا تكون يعني المهم إذا كتختار تبدا العرض الأول باش كتسوق الأصدقاء ديالك، يعني كيكون عرض اول راه شيء جميل، يعني يعني بحال ديال البث المباشر. انما اخوان هذه الصوره ما عجبتنيش، اما ما مقاداش ولا شي حاجه، هي اللي نحاول نغيرها. يعني كاين صور بزاف يا اخوان، يعني الانسان يا اخوان اللي ما يقطعش الياس، لا تقطعوا رجاءكم بالله يا اخوان. الحمد لله على كل شيء موجود، كل شيء ميسر بإذن الله عز وجل. ولحد الآن يا إخوان نكونوا مساهمين إن شاء الله من الحلقة، ما عليك إلا دير شغل الفيديو كعرض أول إن شاء الله. رغم اللي هذه انتهي التحميل، غادي يظهر الفيديو في القائمة الأولى إن شاء الله في اليوتيوب، ولكن إلى ألقى يعني تفاعل القاعدة انتم، يعني بالكيور سيبقى هذه الصفحة مفتوحة الى حين انتهاء تحميل الفيديو. ماشي مشكلة يا اخوان، نحب انا هذه دابا نقطع ان شاء الله، يعني يا اخوان نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، وما تنسوش يا اخوان تشتركوا في القناة الى كنتم ما مشتركينش، وتضغطوا لنا على لايك وشي تعليق زوين ان شاء الله باش نستمر ان شاء الله ونعطيكم المزيد، لان الفيديوهات ديالي انا ماشي يعني نبغي الخير غير راسي، يعني كنشر فيديو مزيان كيجيب لي مشاهدات صافي، صافي ما نقول حتى شي واحد، نربح غير انا نوصل غير انا، لا حاجه يا اخوان اللي استفدت منها وبنت لي حقيقيه وزوينه غادي نشاركها معكم. ما عليكم غير تدعموني ان شاء الله بالتعليقات وبلي لايك، وانا معكم ان شاء الله حتى ندعمكم يا الاصدقاء ديالي، وشكرا الى اللقاء.